مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله صحه وعافيه وتمام خير. خلينا نبدا الفيديو بس شباب، شير مشاركه وتعال خلينا نبدا الفيديو. خلينا نبدا المقدمه هناك شباب، يلا. مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله صحه وعافيه وتمام وخير. اليوم الجو الحمد لله الحمد لله الحمد لله الفضل لله الشكر لله، عندنا شمس. طبعا قبل فتره صار تقريبا يعني نقدر نقول قيمة اسبوعين عندنا الجو كلش بارد، كلش تتوقعون بارد يعني احنا بين قوسين متاذين كلش، بس الحمد لله وشكر. شو نسوي؟ هذا بعد اللي يعيش باوروبا لازم يتحمل انه شمس حاره ويعرق وبنفس ورا دقائق يصير مطر وبرد وسبحان الله. فشوفونا احنا دائما بسياراتنا مخلين قماصل ومخلين جفوف ومخلين ملابس خفيفه دائما والله معلقين، لانه نعرف بلحظه واحده يتغير كل شيء، يتغير من حر الى برد الى ما اعرف شنو الى ما اعرف شنو. المهم الله يستر عليكم ويحفظكم ان شاء الله، نشوفكم كلكم هنا، لانه احنا هدفنا وموقعنا هنا يناشدنا انه انتم باذن الله نساعدكم تجون هنا باذن الله. اليوم رح احكي موضوع هوادي يسالوني عنه، لانه هوادي يروحوا له، وانا بصراحه يعني صادفني هالموضوع اقول انه ليش ما احكي لهم للشباب يستفادوا من عنده. طبعا انا خلال عملي بعض الاحيان اسافر من 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 دوله لدوله، فهنا ابدي انه اقول ليش ما انه يعني انه احكي اتناقش وياكم افهمكم شيكم بالتفاصيل. فابدي هنا على تعالكم سكتوا، فعسى ولعل انه تستفادوا من عند انتم شباب. فتعرفون انتم اذا 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 واحد يريد يوصل دوله ثانيه او شو اسمه لازم يعاني من هالموضوع. الحمد لله يعني انطلعكم خبر على بيلاروسيا وقطعكم تفاصيل 100% اللي نعرفها الحمد لله. تعرفون انتم انا بالنسبه لي عني احكي شخصيا، اذا مو موضوع متاكد منه 100% ما احكي بيه، لانه انتم ارواح وبشر وناس تعبر، ما معقول بهالدرجه انه انا ابدي احكي شيء سلبي في سبيل قناتي او مصلحتي او 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 شيء. فاليوم راح نحكي على دوله هي فرنسا. خلينا نشوف فرنسا. مثل ما شفتوا شباب، فرنسا دولة تجنن، دولة حلوة، دولة عظيمة، دولة عريقة. يعني إذا تدخل الفرنسا تدخل باريس تشوف يعني عادي تشوف تكرمون زبل بالشارع، تلقون ناس تبول بالشارع، تلقون يعني عكس ألمانيا سويسرا، وهذه عادي تلقون إنه يعني قادية بالشارع هواية، واللي بكل أوروبا موجودة بس فرنسا كثيرة. عادي تلقى ناس يبيعون يعني هالأشياء ما نقدر نلفظها إنه مخدرات، وهذه يبيعون بالشارع، يجي يمك ويقول لك تريد او يخلي بيدك يقول لك اعطيني فلوس، يعني عادي يمكن تمشي بوقوك، يعني توصل هيك مرحله، فهمتوني؟ يعني اكيد اكو دوله واكو امان واكو استقرار وهذه، بس تصدف انه تصير هاي الشغلات بس هواي اكثر من دول البقيه، دول اوروبيه عموما. فهنا انت راح تعرف شنو معنى تيجي تروح. انا من اجي اقول لك اذا تيجي تروح انت لهي الدوله انطيك يعني تفاصيلها وانت تبقى يمك الحل. هو يقولوا لي شنو رايك بفرنسا؟ ليش ما تحكي لنا على فرنسا؟ ليش ما فاني فرنسا بالنسبه لي اكو دول، بالنسبه لي شخصيا اكو دول بصراحه رحت انصدمت. مثلا عندك بلجيكا، انا من رحت انصدمت. انا رحنا كان اكو بث مباشر من القناه ورحنا هناك نشتغل وبقينا يومين في فندق، فقاعدين طابق رابع واجا هاي سالفه طبعا، واجا جماعتنا قالوا تعال ننزل جوا بالليل الساعه تقريبا سمعنا هوسه ناس كثير وهاي، قالوا تعال ننزل ويانا. فنزلنا شفنا واقفين تقريبا 5-6 شباب وياهم بنات، فبنات عربيات يعني اجنبيات هذه، فواقفين بالفندق. فقالوا قلت لهم شنو هاي؟ شكو خير؟ قالوا هذول يبيعون هالبنات، يعني عفوا مو يبيعون، ياجروهن يوم كامل بشيء بسيط يعني تاخذ ياك فندق. فدي يقولون تردون؟ واحنا شباب نعرفون شنو، كنا شباب استغفر الله، قلنا يعني شنو نأجرهم؟ قالوا تخلوهم يوم كامل يعطون فلوس، يعني تكملون شلون يعني العفو دعارة. فمعقولة وصل هالدرجة هيك انه تجون تدقون الفندق علينا؟ يعني اوكي احنا انا اعرف انه باوروبا على التليفون اعرف انه هاي شو اسمه، اوكي اعرف، بس ما تجي بالفندق وتجيب بنات، هم ولدوا واقفين 3-4 سكيورتي ويجي البنات يقول لهم يلا تعال. فوصلت هيك مرحلة انه دعارة منتشرة ببلجيكا ويعني ما تحكي. من تجي انت تحكي هنا على موضوع التفاصيل المهمة وتفاصيل الحياة وهذه، لازم تعرف انه انت يا دولة
تفيدكم كعوائل وتفيدكم كشباب. من تجي تقول آه أوكي لحظة خلينا نحكي يعني. أريد دولة مهمة مثل مجهوم مثل فرنسا، خلينا نحكي على فرنسا حتى ما نطلع خارج قانون فرنسا. شباب فرنسا بالنسبة، فرنسا دولة حلوة، بالنسبة للرواتب ينطون ينطوك قليل يعني توصل حد 140 تقريبا حد 200 شهريا. فرنسا بالنسبة لهم، بالنسبة من ناحية الكريكي كارت البنك كارت الخاص بالفلوس، هذا ينطوك إياه بس بعد الإقامة، يعني قبل الإقامة ما ينطوك إياه، ينطوك بس كارت صغير لك تصرف إنه يعني شلون حسابي أو هيجي، لكنه تصرف شيء بسيط. ليش؟ لأنه فرنسا منتشرة بيها المخدرات وهذه، فعكس إنه كل أوروبا بيها بس عكس يعني انتشار قوي، فهنا توصل باب الخطورة كثيرة، يخافون يقول لك ها لا لحظة نحن ناخذ نوقف لأنه الوضع خطر ما نطل أي واحد، بس ينطوا قامة. ليش ينطوا قامة؟ يسيطرون عليه أكثر، يظل يقول لك أقلها إنه يخاف على سمعته وعلى كيانه وعلى إقامته وهذه، فما يصرف تصرف خطأ. فرنسا بالنسبة للعراقيين توب. ليش؟ بالنسبة للعراقيين يعني هي عموما العرب تفيد، بلخص فيها مغاربة وجزائريين وتوانسة كثير، بالنسبة للعراقيين مفيدة. ليش؟ لأنه العراقيين إيطاليا وفرنسا، قلت قبل الحلقة اللي راحت إيطاليا وفرنسا أسرع بالنسبة لناحية الإقامة، يعني إذا ما انطوك المرة الأولى ينطوك مرة ثانية، إذا ما انطوك مرة ثانية عندك ثلاث مقابلات قبلتين ويل يعني نقدر نقول security for يعني الحماية الخاصة، والمقابلة الثالثة ويل المحكمة مباشرة، فواحدة من عندهم تقدر تحصل بها إقامة يعني طبعا حسب كيسك، بس هم أسرع هم أقوى. ليش؟ لأنه بالأخص العراقي وهذه يقول لك أنا استفاد من عنده، فهمتوني شلون؟ عكس باقي الدول. فبالنسبة للعراقي سوري إلى تشانس أكثر في فرنسا أكثر من باقي. فأنت من تجي هنا وتقول قول يعني إنه شلون أقدر أعيش بدولة مستقرة ودولة تعطيني إقامة سريعة، أنا أنصحك طبعا فرنسا 100%، مثل ما أنصحتك بإيطاليا أنصحك فرنسا. تقدر تشوف حلقة إيطاليا، تقدر تشوف حلقة إيطاليا وتستفاد أكثر إذا تحب تشوف يعني إنه من ناحية إيطاليا والمعونة مالتها وهذه. أنا مثل ما قلت لكم أنطيكم المفيد وأنت عليكم بعد تقررون. يعني فرنسا دولة مستقرة، أمان، استقرار، دولة بيها الأمان يعني تقريبا نقدر نقول 90% يعني، لأنه هم بيها، بس من ناحية المعونة ما تفيد، من ناحية الرواتب ضعيفة. يعني مثلا قبل الإقامة إذا اشتغلت شغل أبيض رسمي راتبك العفو على الساعة ينطوك 10.40 أو 10.70 تقريبا على الساعة، أما إذا اشتغل أبيض وعندك إقامة يصير تقريبا يعني تقريبا 13 إلى 12.5، يعني تقريبا فرق كبير بالنسبة تحسبها شهريا. يعني وين تسلم مليون مثال عراقي، وين تسلم $1000 وين تستلم $2000 أو تستلم مليونين أو تستلم $1,700,000,800,000، يعني فهمتوني شو؟ فهنا تجي التفاصيل المهمة اللي لازم نحكي بيها، تفهمون أصدقائي؟ إذا تريد توصل الدولة بيها إقامة سريعة وبيها حظ أكثر إلك، فرنسا طبعا أنا أنصحك 100%. أما تريد فلوس واستقرار وهم قامتك شوية صعبة صح، بس فلوس استقرار تكون نفسك تكون حياتك أمان 100% قليل هاي الأشياء أشوفها، عندك مثلا ألمانيا، مثلا عندك هولندا، مثلا عندك سويس، يعني قصد دول أوروبا عموما زين، ما عدا انه كم دولة. انا ان شاء الله باذن الله احكي لكم حلقه حلقه مميزات كل دولة من دول أوروبا، واحكي لكم على تفاصيل وشنو الافضل مميزاتها، شلون هسه مثلا حكينا على ايطاليا، نحكي ان شاء الله باذن الله على بلجيكا، نرجع نحكي على فرنسا فهمتون، او يعني حكينا على فرنسا يعني ان شاء الله حلقتنا مال فرنسا، فنحكي تفاصيل باذن الله تستفادوا. فشباب انت من تريد تشوف الدولة جمالها ومناظرها ومناظرها الخلابه وش اسمه وهذه، او تعال ذكرتوني خلينا نشوف ونرجع نكمل. ما شاء الله شفتوا شباب، شفتوا الجمال، شفتوا هاي اني من اصور ارتاح اقول الله شوف الجمال، شوف اطلع قبل يومين اصور اسحب من اليوتيوب اسوي شو اسمه التصوير ماتي القديم هذه اربطه بالمونتاج وهذه، شوفكم مناظر الخلابه، شوفكم الاشياء الجميله موجوده. هاي الاشياء تقدر تزورها هنا، هواي عربي يجون سياحه، اللي يجي سياحه ما يحس بالبلد اللي انت اللي يستقر بيه، عكس اكو ناس هواي يجون يخابروني خلايجه شبابنا من السعوديه من قطر، هذه يتصلون بي مرات جماعتي اصدقائي من خلال العمل، فيتصلون بي راح نجي اقولها اشرف بيكم على راسي، يجون هنا التقي بيهم فوديهم المناظر يقول الله. انا بالنسبه لي ما مهتم 1%، اقول حلوه يعني اوكي لانه شايف ومليت وهذه، بس بالنسبه لهم هم تجنن. فشون انت من تجي عندك اول خلينا نقول اول سنه ونص انت والله تجي هنا على المي وهذا، شوف الخضار تكرم، اذا انت عندك واحد تشتري مثلا كلب او شو اسمه، تجي انت بزونتك مثلا
انت وعائلتك هنا تقعدون تشهون وقاعد على البحر وتنسى تروح لبيتك الخاص بيك وهاي تجنن. بس بعد فترة تحس بمعناها انه شو معنى انت عايش بغربة عايش بوحدك. طبعا فرق اذا انت وعائلتك فرق كبير كلش. انت بوحدك تعيش انه تعتمد على نفسك، لازم تطلع من الصبح الساعة 6 الصبح بهالثلج، يعني عندك مينوس الصبح توصل صالب 3 4 2 1 وانت لازم تطلع من الصبح. اذا ما عندك سيارة تطلع بالباص او بالقطار او بالمترو، اذا عندك سيارة تطلع من الصبح لازم يم 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 امك يم ابوك الله يخليهم يحفظهم ويرحم المرحومين. فهنا تلقى الحياه، فهمتوني شباب شنو؟ فانت هنا تعرف شنو معنى اوروبا. فمن هواي اكو ناس يقولوا لي شنو رايك نبيع بيوتنا وهاي نرجع، اقول ما انصحكم. لا انت غلطان حبيبي، انت من بعت بيتك بعت مع شنو انت غلطان. المفروض انت جاي لاوروبا جاي تستقر، جاي بامان، جاي باستقرار. فهنا لازم تعرف شو وقت تبيع بيتك. انت اذا ما استقريت ترجع عندك وطنك الثاني، مو تضل تبيع كل شيء تتندم. اكو كثير ناس انا اعرفهم شخصيا، كثير ناس يجوي ورا تقريبا سنه 6 اشهر 7 اشهر فتره قالوا بعدين نتحمل خلص احنا نطير طياراتنا نطير زين، ودعناهم الله يسر عليهم حفظ. فهنا نقدر نقول النبذه، هنا الموضوع. انت لما تريد تروح باذن الله تريد تروح الدوله لازم تعرف وتحسب حسابك شو وقت او شلون تريد توصل بامان باستقرار بدون مشاكل بدون ما تعاني بدون ما ترجع وتقول ها انا هسه راح اتاذى، ها انا ليش سويت هيك. لا، فانت بالنسبه لكم شباب افضل دوله من ناحيه انا اهم شيء هركز عليه هذا اهم شيء، بقيه كله سهل. من ناحيه الاقامه فرنسا، يعني مو افضل دوله من كل، طبعا ايطاليا هم مفيده غيرها وغيرها ان شاء الله نجيكم بالتفاصيل وبلجيكا وغير. فانت من تريد تستقر وتريد تحس بالامان وتريد تستقر بكل دول اوروبا، بس انت لازم تعرف انت من جاي، تعرف انه هاي الدوله يعني بين قوسين اوكي راح تستقر بها 100% او ها لا والله انا بعد احتاج وقت على مود اسطر اكثر، احتاج وقت على مود اعرف دولتي. تريد تعرف دولتك اكثر وناسك اكثر ومنطقتك اكثر وبيتك اكثر بين قوسين اللي راح تعيش فيه راح تسكن فيه، لازم تعرف شيء مهم جدا هو انه انت لما اجيت لهاي الدوله تعرف تفاصيلها من خلالنا احنا اليوتيوبريه اللي شباب اللي يحكون تفاصيل الدول اللي عايشين هنا. انا لما اعيش هنا او استقر هنا لازم انطيكم تفاصيل مهمه. انا دائما اجي منطقة هدوء ما بيها واحد، ليش؟ لانه موضوعي يخص بي ارواح، موضوعي يخص بي تفاصيل، مو موضوعي بي ونسه، موضوعي بي كان رحت انا هسه اكو اماكن بيها ناس فل اروح يمهم واحكي طبيعي ما حد يبوا علي، راحتك احكي تريده، بس انا اريد تنتبهون عليه. تقعد هم تشوف منظر وراي حلو خضار وهذا مو بالبيت، ها وهم وراها تسمع شيء مفيد لك، هم تقول يا رب انه في يوم يجون يم هنا وباذن الله واهل بيته انه تجون كلكم تستقرون، بالاخص الشباب الحلوين العوائل المرتبين يجون هنا يبدون حياتهم ومستقبلهم. وانت من تاخذ اقامه بعد ما تحس بالغربه 100%، ليش؟ لانه تروح لاهلك تروح لناسك بالاعياد بالمناسبات شو اسمه، ومن تاخذ جنسيه باذن الله بعدك خلي كل 6 اشهر تجينا زياره تشوف اقلها عندك جنسيه اوروبيه تروح تشتغل وتريد تستقر بعد هو ونفسه. اتمنى لكم يوم جميل، اتمنى لكم يوم مستقر. شباب لا تنسون اللايك، لا تنسون الشير، هذا طبعا يسعدني ويوفقكم ويحفظكم وينصركم على كل اعدائكم. مع الف 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 سلامه. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me.